مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم أعراض خلال الحمل تنذرك أنك تعانين من نقص فيتامين سي. يلعب فيتامين سي دورا حيويا ومهما في الجسم وخصوصا خلال الحمل، فالفيتامين سي يعزز جهاز المناعة وبالتالي يحمي الحامل من الإصابة من أنواع الفيروسات التي يمكن أن تؤثر سلبا على الحامل والجنين. وبما أنه لا يمكن أن يتم تخزينه في الجسم، فمن المهم أن تحصلي على هذا النوع من الفيتامين من الأطعمة والمكملات الغذائية. من أعراض نقص فيتامين سي خلال الحمل الشعور بالتعب والخمول، إذ إن نقص فيتامين سي خلال الحمل يمكن أن يؤدي إلى استنزاف طاقة الجسم ويسبب التعب والخمول بشكل متكرر في الحمل. فالفيتامين سي معروف بتعزيزه للطاقة وتنشيط جسم المرأة الحامل، ما يساعدها على القيام بمهامها اليومية الروتينية بدون أي مشكلة. إن المرأة التي تتبع نظاماً غذائياً صحياً يحتوي على الكثير من فيتامين سي قد تتمتع ببشرة أكثر نعومة. أحد الأسباب المحتملة لأن فيتامين سي مضاد للأكسدة، يمكن أن يساعد في حماية بشرتك من الجذور الحرة. تعمل هذه المواد على تكسير الزيوت والبروتينات وحتى الحمض النووي. من هنا أن أهم علامات نقص هذا الفيتامين هو جفاف البشرة وتجاعدها. نظرا لأن فيتامين سي يحتوي على العديد من الوظائف المتعلقة بجهاز المناعة، فلا ينبغي أن يفاجئك معرفة أنك أكثر عرضة للإصابة بالمرض، وقد تواجهين حتى صعوبة في التعافي. هناك بعض الأدلة على أن فيتامين سي يمكن أن يساعد في حمايتك من الأمراض مثل الالتهاب الرئوي والتهابات المثانة. قد يقلل أيضا من احتمالات الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.